تقريبا كانت هناك كاهية للخروج يخرجون لكن بطرق تم تحديدها مسبقا. نعم، تحسين طه مراسل النيل من العراق، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بانوراما النيل لا تزال مستمرة معكم وفيها بعد قليل. داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيري مدينة عدن جنوب اليمن اللذين أسفرا عن وقوع 50 قتيلا. لقاء تاريخي، شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يبحثان تنسيق الجهود لمواجهة الإرهاب ونشر ثقافة الحوار. أكثر من 100 قتيل في سلسلة تفجيرات تبناها تنظيم داعش في مدينتي طرطوس وجبلة في غرب سوريا. القوات العراقية تستعيد السيطرة على مناطق بمدينة الفلوجة من قبضة داعش الإرهابي وتقتل أكثر من 40 منهم. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال. الزميل محمد شعبان يقرأ على حضراتكم النشرة الاقتصادية، إليك محمد. شكرا دكتور علي وغادة. مشاهدينا الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل: الإسكان تقرر مدى فترة سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعية حتى 31 من مايو الجاري. إلى تفاصيل. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة واستعراض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودورها الرقابية. وخلال الاجتماع تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون على أن تقوم وزارتا الشؤون القانونية ومجلس النواب والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي في أول يونيو القادم. وأكد رئيس الوزراء على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي ستتبع رئيس الجمهورية تعتبر هي الجهة الرقابية والمنفذة لكافة القرارات والإجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله. ذكر تقرير الوارد من غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء والتي شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالأقماح أنه تم توريد 3,800,000 طن قمح محلي حتى صباح اليوم. من جانبها أعلنت الحكومة أن باب توريد القمح المحلي مفتوح يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء وخلال الأجازات والعطلات الرسمية أمام جميع الموردين. وافق مصطفى مدبولي وزير الإسكان على مد فترة سحب كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد حتى 31 من مايو الجاري في ضوء الإقبال المستمر على شراء كراسات الشروط، وحرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز الوحدات والتي تزيد على 500,000 وحدة سكنية من مختلف محافظات الجمهورية. وبلغت عدد الكراسات التي تم بيعها حتى الآن 537,000 كراسة، بينما بلغ عدد من دفعوا مقدمات الحجز نحو 184,000 مواطن. وستوفر الوزارة وحدة سكنية لكل من تقدم وتنطبق عليه الشروط.
ناقش وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الدكتور جلال السعيد ومسؤولو الوزارتين مخطط ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة سكك حديد مصر وكذلك مشروع القطار الكهربائي العاشر بالبيس العاصمة الإدارية. وقال مدبولي إن مشروع ربط العاصمة الإدارية الجديدة بسكك حديد الجمهورية يأتي في ضوء اهتمام وزارتي الإسكان والنقل بالإسراع بتنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة شمال إقليم القاهرة الكبرى. من جهته أشار وزير النقل إلى أنه تم مناقشة الجدوى الاقتصادية للمشروع وأهميته في تنمية المدن الواقعة بشرق القاهرة. تشارك الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اليوم في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي الذي بدأت أعماله في العاصمة الزامبية لوساكا والذي يستمر 5 أيام. وأكدت الوزيرة التي ترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماع أن هناك مشروعات كثيرة يمولها البنك في مصر وأنه قدم مؤخرا 500 مليون دولار كدفعة أولى لمساندة الموازنة المصرية. وشاركت وزيرة التعاون فور وصولها في اجتماع لشبكة الأعمال القارية حيث ألقت كلمة حول مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات القومية التي جرت في مصر مؤخرا. وإلى البورصة المصرية حيث سجلت المؤشرات تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعملية بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2 ملياري جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 400 مليار و200 مليون جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2 مليارين و900 مليون جنيه. ننتقل إلى أسواق المال الخليجية التي شهدت تباينا بين الارتفاع بقيادة بورصتي الإمارات وهبوطا بقيادة السوق السعودية. يأتي ذلك في حين هبطت بورصتا الكويت والبحرين بينما صعد سوقا قطر ومسقط. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية وعودة إلى دكتور علي وغدا لاستكمال نشرتنا الإخبارية. شكرا لك محمد شعبان، شكرا جزيلا. في اليمن أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن تفجيرات منطقة خور مكسر في مدينة عدن جنوب البلاد حيث ارتفع عدد ضحايا التفجيرين اللذين هزا منطقة خور مكسر بمدينة عدن جنوب البلاد إلى 45 قتيلا. استهدف التفجيران مقرين للجيش اليمني، وقال محافظ عدن إن التفجير الأول استهدف مقر اللواء 39 في حي الإنشاءات وهو ما أسفر عن مقتل 20 شخصا. أما التفجير الثاني فقد استهدف مقرا لتجنيد المتطوعين وهو ما أوقع قتلى وعشرات الجرحى. شهدت مدينة عدن هجمات عدة أعلن تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة مسؤوليتهما عنها. الوزراء الفرنسي مانويل فالس نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية لبحث مبادرة فرنسية لتحريك عملية السلام. وأكد فالس أن أي مبادرة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تفضي إلى بناء دولتين قابلتين للحياة يعيشان جنبا إلى جنب ولديهما حدود آمنة ومعترف بها. ورفض نتنياهو مبادرة السلام الفرنسية واقترح بدلا منها لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، ومن المقرر أن تستضيف باريس مؤتمرا دوليا في 3 يونيو القادم لإحياء عملية السلام دون حضور الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. انطلقت في مدينة اسطنبول التركية قمة غير مسبوقة برعاية الأمم المتحدة بهدف تحقيق استجابة أكثر تماسكا لما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه أسوأ وضع إنساني في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. يشارك في القمة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة بالإضافة إلى نحو 6000 آخرين من المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم.
تأتي القمة مع ارتفاع عدد النازحين إلى 60 مليون شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة حول العالم 125 مليونا. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مستهل زيارته للعاصمة الفيتنامية هانوي رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لفيتنام، مشيدا بتعزيز العلاقات بين البلدين. وتسلط زيارة أوباما ومدتها 3 أيام الضوء على الأهمية التي يوليها لتوسيع العلاقات مع هانوي ضمن استراتيجية لاستعادة التوازن تجاه آسيا ومواجهة القوى المتنامية للصين في المنطقة. بهدف تعزيز التقارب بين العدوين السابقين وإعادة التوازن في العلاقات بين واشنطن ودول آسيا، يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما العاصمة الفيتنامية هانوي على مدى 3 أيام. أوباما استهل الزيارة بإعلان رفع الحظر الذي تفرضه بلاده على بيع الأسلحة لفيتنام، وهو أحد آخر بقايا الحرب بين البلدين التي انتهت عام 1975. We've agreed to continue deepening our defense cooperation. لقد اتفقنا على الاستمرار في تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين، بما في ذلك قيام زوارقنا بدوريات وتوفير تدريب لقوات خفر السواحل الفيتنامية والعمل معا بشكل أوثق في مواجهة الكوارث الإنسانية. وأعلن أيضا أن الولايات المتحدة رفعت بشكل كامل الحظر المفروض على بيع المعدات العسكرية لفيتنام، وهو الحظر الذي كان قائما لنحو 50 عاما. التغيير سيضمن لفيتنام حق الحصول على المعدات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها وإزالة بقايا الحرب الباردة، ويؤكد أيضا التزام الولايات المتحدة بإقامة علاقات كاملة مع فيتنام، بما في ذلك العلاقات الدفاعية معها ومع دول المنطقة على المدى البعيد. أوباما أكد أيضا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في آسيا وحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي سلميا وليس من خلال فرض الأمر الواقع. من جانبها قالت الصين التي تستاء من الجهود الأمريكية التي ترمي لتقوية الروابط العسكرية مع جاراتها وسط تصاعد التوتر في بحر الصين، قالت إنها تأمل في أن تساعد العلاقات التي تشهد تطورا بين الولايات المتحدة وفيتنام على تحقيق السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي. وتأتي زيارة أوباما في أعقاب اعتراض غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية نفذته الطائرات الصينية المقاتلة فوق البحر الجنوبي الصيني وفقا للبنتاغون، بهدف التصديق على تحول فيتنام من عدو قديم إلى شريك جديد يساعد في التصدي لسياسات الصين العدائية في المنطقة وطبأنة دول الجوار الصيني. بانوراما النيل لا تزال مستمرة مع حضراتكم، وفيها بعد قليل انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعاون بين مصر والسودان في مجال الآثار.